طب لو احنا اتكلمنا عن البطولات العالميه ونقارن مستوانا بدلوقتي الدول اللي هي الاخرى اللي متقدمه في هذا المجال بشكل كبير، سواء رعايه او يعني كل الملف للاسف، زي دول اوروبا وغيره، احنا ماشيين ازاي برضه؟ والله بص حضرتك، احنا الاتحاد عندنا من سنه اشهر سنه 2014، فاحنا يعتبر لسه جداد في مجال الى حد كبير. فاحنا يعني الحمد لله احنا كل بطولات العالم اللي سافرناها قبل كده بنحاول نشوف بره بيشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه، بحيث ان احنا نحاول نواكب الموضوع ده. طبعا هم بره متقدمين جدا عننا حتى الان، بس ان شاء الله باذن الله احنا شغالين عاديين ان احنا نوصل لمستوى، حتى مستوى قريب او مستوى زيهم ان شاء الله باذن الله. هل من ضمن اللعيبه الموجوده دلوقتي في رياضات مختلفه نقدر يعني نقول ان في منهم ناس بتشكل نواه لابطال بارالمبيين مثلا الفتره باذن الله؟ احنا يعني من الفتره دي ان شاء الله بنبتدي نعد زي برنامج بطل بارالمبي، احنا عندنا في باريس 2024 ان شاء الله بالظبط، بنبتدي نخاطب الهيئات اللي لو في ولد انت حاسس ان هو كويس هبتدي ان انا اسلط الضوء عليه، سواء من خلال البطولات او من انا اروح اشوف التمارين بتاعه اشوف هو بيتمرن، وان شاء الله بحيث ان احنا نشارك. احنا لسه ما شاركناش في بارالمبي قبل كده، يعني طوكيو ما شاركناش فيها، بس باذن الله هدفنا ان احنا حتى نروح بثلاث لعيبه ان شاء الله في اولمبياد باريس، بارالمبيك باريس ان شاء الله. بتبقى زي العاب ايه ممكن او متاحه؟ الرياضات الفرديه بتبقى احسن شويه في واوفر في التكلفه اللي انا ابتدي اهل فيها، يعني زي عندي العاب قوه وزي تنس الطاوله والسباحه، دي الرياضات المبدئيه اللي حاطينها ان احنا ان شاء الله نشارك بيها في البارالمبي اللي جاي ان شاء الله. في اي تنسيق ما بينكم وما بين مثلا جهات معينه عشان هذا الملف والفئه دي الموجوده؟ يعني بيبقى في تواصل، بيبقى في بس انت برضه ممكن التواصل في الموضوع ده بيبقى باستمرار مع الوزاره، ان الوزاره نفسها يعني الوزاره واللجنه البارالمبيه بيتواصلوا بخصوص الموضوع الموضوع الاعداد البطل البارالمبي، حتى لاكتشاف الابطال منهم، يعني ما الستيج اللي هي حتى قبل يعني عشان هي هم بيتواصلوا معانا دايما بان احنا بحس ان شاء الله للي جاي نشتغل من دلوقتي على اللي جاي، زي ما سياده الوزير قال ان شاء الله ان احنا اللي جاي ان شاء الله نحاول نحقق ميداليات اكتر ان شاء الله.